بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. وهذا السؤال الرابع من أسئلة إخواننا بارك الله فيهم، يقولون: إذا تم الصلح مع المتعصبين في بلد ما قد وقع فيه الخلاف مع رفض المتعصبين تدخل العلماء فيه بحجة أن المهم هو الصلح بين الطرفين في داخل تلك البلاد، وأن هذا لا يعني العلماء، فما ردكم حفظكم الله وبارك فيكم على ذلك؟ وإذا تم ذلك فبماذا تنصحون؟ هذا الأمر يعتبر من كيد المتعصبين، كونهم يرفضون تدخل العلماء في موضوع الصلح. يا سبحان الله، ترفضون تدخل العلماء؟ هل هذا الكلام يقول عاقل؟ يقوله إنسان يتقي الله في نفسه؟ يقول العلماء ما لهم دخل، نحن نصطلح فقط فيما بيننا وبينكم. هم كما عرفتم هم قد همشوا العلماء من قبل في أول فتنة، والآن يريدون أن يهمشوهم في آخر الفتنة. يعني ما عندنا مرجعية. كيف ما عندنا مرجعية؟ دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن وفي غير اليمن من أعظم مميزاتها أن الذي يقوم عليها ويشرف عليها ويرشدها هم العلماء. هذه الدعوة المباركة لها عدة مميزات، هذه في أوائل المميزات، أنها لا تسير سير فردي ولا تسير بعيد عن العلماء، وما هو عالم فقط بل جميع علماء أهل السنة يوجهونها، والفضل لله سبحانه ثم لعلماء أهل السنة من عهد الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا. وهذه الدعوة المباركة يقوم عليها العلماء، منهم هؤلاء الأئمة الأربعة حتى توفاهم الله، وهم يشرفون عليها إشراف مباشر ويوجهونها توجيه مباشر، وأيضا بعد وفاتهم في كتبهم وفي مؤلفاتهم. فالمشايخ في هذا الوقت ما زالوا على ما كان عليه الأئمة هؤلاء، لم يخالفوا، نفع الله بهذه الدعوة في هذا العصر نفعا عظيما في أنحاء العالم، في أنحاء العالم بهؤلاء الأئمة الأربعة ومن سار على طريقتهم في هذا العصر كالشيخ ربيع والشيخ الجابري والشيخ عبد المحسن والشيخ محمد بن هادي المدخلي وعلماء اليمن وأهل العلم من أهل السنة في مصر إلى غير ذلك. نفع الله بهذه الدعوة المباركة بالكتب المؤلفة لأهل العلم وبأشرطتهم وبفتاواهم وبنصائحهم نفعا عظيما، الفضل لله ثم لهم. لكن عرفتم من فتنة أبي الحسن أنه انزوى عن أهل العلم تماما، ويريد أن يكون هو المرشد للدعوة والموجه لها بآرائه الفاسدة، وهو يعلم أنه لا يستقيم له حال إلا إذا أخذ بالطلاب وبالشباب جانب آخر غير طريق العلماء. ونفس الكلام الذي وقع فيه أبو الحسن وقع فيه الحجوري، نفس الكلام، إبعاد العامة، إبعاد الطلاب عن أهل العلم. الطلاب طلابي، هكذا يقول الحجوري، الطلاب طلابي والدار داري والدعوة دعوتي.
فقلنا له في ذلك العام الطلاب طلاب الجميع، والدعوة دعوة الجميع، والدار دار الجميع. هو يقول لا، طلاب طلابه. نحن والله نفتخر أن يكون طلابي ممن يترددون على العلماء علماء السنة، نفتخر بهذا، جزاك الله خير، بل نشجعهم. ذاهب إلى المكان فأقول له زور الشيخ وبلغ سلامي، نفرح. دعوتنا واحدة ومنهجنا واحد، ليس الغرض أن يكون الناس ملتفين حولي، أنا ما سأدوم لهم وهم ما سيدومون لي. ها هم الأئمة الأربعة في هذا العصر ماتوا رحمة الله عليهم، فلو أنهم قيدوا الناس بأنفسهم معناه ماتت الدعوة. إذا كان العالم منهم قيد الناس به وأمض على أعينهم فلا يرون في الأرض إلا هو، طيب ما من لطلابك؟ وأنت لم تربطهم بالعلماء، لكن الحمد لله ما فعلوا هذا، بل كان الواحد منهم يأمض إذا سمع شيء من بعض الطلاب في مقدمة أو في محاضرة أو في كلمة فيها ربط الناس به. ومنهم الشيخ ابن عثيمين، ولعلكم قد وقفتم على هذا المقطع، يغضب يقول لا، لا تربط الناس بي، أربط الناس بالكتاب وبالسنة. هذا هو الصحيح. العالم الذي يريد وجه الله والدار الآخرة ما يربط الناس به لأنه ما سيدوم لهم، يربط الناس بالكتاب وبالسنة. الكتاب والسنة هما اللذان سيدومان للناس، وبأهل العلم، بأهل العلم من أهل الكتاب والسنة، يدل بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض ويزور بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، ودعوتنا واحدة. فنفع الله بهذه الدعوة نفعا عظيما. فهناك ناس يريدون أن يربطوا الدعوة بأشخاصهم، بأنفسهم، بدعوتهم، بعلمهم، بكتبهم، بأشرطتهم. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت إنسان ضعيف، مخلوق، بشر، ربما جاءتك جلطة، ولو أنك شاب، ولو أنك شاب، هذه الجلطة حبست لسانك، أصبح ما عندك كلام، وتبقى طريحا فراش ربما سنين حتى يتوفاك الله. أربط الناس بالكتاب وبالسنة، وأربط الناس بأهل العلم من أهل الكتاب والسنة. إذا أردت الخير لك ولطلابك ولإخوانك وللمسلمين، فكونهم يطالبون بالصلح لكن بعيدا عن العلماء، هذا يدل على أن قلوبهم مريضة. نحن نفرح بالعلماء ونعتز بالعلماء ونفخر بالعلماء، وأنت تقول لا، بل لو كانوا يريدون الحق ما ذهبوا إلى العامة ولا إلى الطلاب يبحثون عن الصلح، لا أبدا، إلى العلماء مباشرة. يا شيخ نحن أخطأنا فيما كنا نتوقعه، وما نحن بأول من يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، نتوب إلى الله، نستغفر الله، مع العلماء مباشرة لا مع العامة ولا مع الطلاب، والله المستعان.